هلا اصدقائنا، السلام عليكم. اليوم جيناكم بفيديو جديد. انا ونور، شو عاد تقولي لهم جمولي؟ هلا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو. هو اليوم اخر يوم من السنه 2021، وراح ندخل سنه 2022. يا ربي صحه وعافيه، وان شاء الله تحقيق كل الاماني من جميع انحاء العالم يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله تكون سنه خير علينا، سنة جديدة. عيني أم جمولي، والله عز وجل إن شاء الله يرفع عنا هذا الوباء كورونا. آمين. زين عيني، وصحة وعافية للجميع إن شاء الله، متابعينا الحلوين. آمين. زين عيني، وهنا طبعا أكيد يا رب لتحقيق جميع الأمنيات. إن شاء الله. منها واحدة من المتابعات كانت تتمنين إن شاء الله ربي يرزقني بظل يا رب. إن شاء الله الله عز وجل يرزقك بأطفال، مو طفل واحد. آمين. وتصير سارة عندك بالبيت ان شاء الله. صديقتي سارة هم تقوم بالسلامة، والسنة الجاية تقوم تمشي وتركض. ان شاء الله. اليوم ولازم دراسة السنة. اليوم طالعة ماكو هيجي، انت اليوم غزال وما يصيدونه. يا امي وليد، انت شغلة يحجيها انت. غزال وما يصيدونه يا باليوم. واليوم راح نشوفكم اجواءنا بالبيت ان شاء الله تعجبكم. اوكي، نسوي مفاجأة لأم جمال. مفاجأة كلش بسيطة هي، بس بنفس الوقت حلوة. طبعا انا مشتري لها هدية وضامها بالسياره من شهر 11. طبعا والهديه ضامها بالسياره، لان انا اعرف السياره تستعملها هي دائما، يعني تاخذها تطلع بيها، عرفت شلون؟ فاني وين ضامها؟ خل اشوفكم وين ضامها. قلبي هنا انا كنت ضامها ويا الغراض. اني بعدين ايش سويت؟ انا شلتها، قلت هنا انا خاف تخلي غراض تتسوق تخلي بالسياره. وين جبتها؟ ضميتها، جبتها ضميتها هنا. شو ممكن ختله هذا ولا يخطر على البال؟ شوفوا هاي الهديه، شوفوها. طبعا هديه كلش حلوه وبسيطه، وراح تشوفوها من خلال الفيديو ان شاء الله تعجبها كلش هي، وراح تعجبكم انتم بنفس الوقت. خلينا نشوف ام جمولة شو مسويت لنا. يلا هلا عليك وعلى البيض يا بنت. يلا عيني. طبعا ام جمولة طق البيض مال العيون، صدق لها طعم ونكهه. اي والله. ما اعرف ليش، شو تسوي لها للبيضه؟ هي بالدهن. يعني مو بس وليد يقول يا اصدقائي. أيوة. يجون هنا عندي اخويا، من كنت اروح البيت اهلي. أيه. والله قال لي اربعه خمسه، ومتعرف ويا تقول لك مو زين حساسيه، يقول ما احبهم البيض من ايد نور. يلا يا ابي يلا، ايدك بركه مجمولي. يلا عايزين هذا الفطور مالتنا اليوم، حنصور لكم يوم كامل. هام جمال ما عيني، وهذا الشاي وحليب ابو الموز وحليب اعتيادي وزبد وبيض من ايد مجمولي وقمر عيني وبسكت وجبن هنا بالخضروات بالكرفوس، جبن كلش طيب. ها؟ كرويتا. كرويتا اي. مربى، ها زنوبة، بس شنو زنوبة تبي بالنظارات الخابرين. شوف عيني، والكليتشة مال ام جمال راح تنزل ويانا. يلا عيني يلا. شنو الجمولي؟ طالعة شنو اليوم؟ مرفة تمين؟ هاي يا بي. ها؟ دسوي لنا غدا؟ عاشت ايدك والله. صدر دجاج وخضروات ويا عيني، كبة الحلة بزينة. هنا ما شنو؟ كنتاكي. وين كنتاكي؟ محشية بالجبن. نفس مال اي. والكبة زينة وخضروات طرشي. يلا عيني يلا، تفضلوا يا ابي تفضلوا. والشوندر 21، طبعا هاي الرزنامة 21. أنا بالنسبة إلي أحلى سنة كانت عندي. والله والله العظيم أم جمولي، هاي أنت هم تدرين طبعاً. تدري وليد هاي أحلى سنة بحياتي، هي سنة الواحد وعشرين. عندي مفاجأة بيها، بس بعدين إن شاء الله بحيل الله راح أعلن عنها. مو هسه وقتها، بس أنا لازم أقول الحقيقة. أم جمولي تشفتي عليها خير؟ اي طبعا هو اي شنو طبعا الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. وهاي الرزنامه مالتنا الاثنين وعشرين، يا ربي ان شاء الله تكون الافضل، ان شاء الله تكون إن شاء سنه 2020 الاحسن والاحسن ان شاء الله يا رب. تحقيق امنياتنا ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا ابو، هاي رزنامتنا الحلوه الاثنين وعشرين. ام الخضروات يا ولد، يلا وروده نبلش بيها على مود باكر. باشر اول يوم ابوي بقلبي. هاي التحضيرات مال نور اليوم، دا ترتب وتحضر من الصبح. هاي شويه شغلات هنا، شوكولاته وحلويات بسيطه وشموع. زين عيني، ها جوري هنا نجي على الميز مالتنا مال التصوير. راح نصور هنا فاكهه عندنا، كيك،
بسكت محشي شيبس وهاجوري وكليتشه يا به لازم تكون الكليتشه عيني فستق عبيد وحلويات وهاي جوري الحلوه شوفوا شلون طالع اليوم تخبل هاجوري هذه الحلوه شوفوا حبايب قلبي شجره الميلاد شوفوا وهاي هنا حاطين الهدايا اللي راح نوزعهن اليوم شوفوا هين هاي ماتشي اي هاي الهدايا هنا حاطين كل واحد هديه وعندنا اصدقائنا راح يجون طبعا عراقيين اماتين راح يجون يمنا مهم نعطيهم هديه لبيتهم سويت لنا البرمه هذا الشغل شغل البيت شوفوا عيني برمه درجه اولى من هاي الناعمه وعاشت ايدك والطعم رهيب صراحه اليوم القعده حلوه وياهم ان شاء الله نشوفكم الاجواء دخلنا سنه جديده يا ربي سنه خير على الجميع وعلى امه محمد يا الهي يعني تساعدات بسيطه لان هي هسه اصدقائنا رجعنا لكم انا ونور مثل ما تشوفون الاجواء كانت كلش حلوه هنا بالبيت والفطار اللي كانوا موجودين ويانا متونسوا واحنا تونسنا والحلويات اللي مسويها اليوم حلوه عيني ان شاء الله سنه حلوه يلا عينهم جمولي ان شاء الله سنه حلوه عليكم سنه خير يا ربي وتحقيق كل الاماني وان شاء الله قناتنا هاي السنه بوجودكم تصعد نحو الاعلى واعلى ان شاء الله ونبقى وياكم دوم يا ربي وبالتوفيق للجميع نتمنى ان شاء الله ان شاء الله البث عجبهم ان شاء الله لا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناه وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا مع الف سلامه باي باي مع الف سلامه